خاص من كلام الناس، العاشرة إلا عشر دقائق من ليلة السبت. وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ضيف مارسيل غانم. فماذا يقول عن تركيا بعد محاولة الانقلاب؟ العلاقة مع أوروبا، أخطار داعش، التحديات مع سوريا والعراق، وضع الحريات وحقوق الإنسان، وماذا عن لبنان؟ وزير الخارجية التركي ضيف كلام الناس في حلقة استثنائية هذا السبت، العاشرة إلى عشر دقائق على الـ LBCI والـ LDC.